اول ما الحاج قال لي ان الاجتماع مش في الصندرة قلت بس كده في حاجة مش طبيعية. وحياتك كان عايز يقابله في الصندرة، وانا اقول له يا حاج احب على ايدك، احب على ايدك بلاش الصندرة. وده احنا جينا لك لغاية عندك عشان تبقى براحتك على الاخر. انا اول مرة اشوف الحاج حسان برا المحل بتاعه. وحياتك عندي ما بخرج من المحل غير الشديد القوي. اهو الشديد القوي ده اللي احنا عايزين نعرفه. انتوا بامر الله اتفتحت لكم اكبر بوابة مع اكبر تاجر عملة في مصر. اكبر تاجر عملة في مصر؟ يبقى زكي علي راجب. بالظبط كده. اه وده انت تعرفه منين يا معلم؟ سمعت عنه من السعودية يا احمد. ده امبراطورية كبيرة قوي، راجل ملوش حل. ما عشان كده بيقول لك اتفتحت لنا بوابة كبيرة. تمام، ندخل في الموضوع يا حاج. زكي هيبقى عايز $1,000,000 كل اسبوع. $1,000,000؟ ليه؟ هيعمل بيهم ايه؟ مش مهم يعمل بيهم ايه، المهم ان حصته توصل له في الميعاد. تغنيش يا انا حاج حسان. زكي علي راجب بجلالة قادر هيحتار في $1,000,000 في الاسبوع. المبلغ اللي مطلوب منه اكتر من كده بكتير. المهم ان $1,000,000 دول حصتنا احنا بس. طب افرض يا حاج يعني لا مؤاخذه يعني جمعناهم وما اخدهمش. الدولارات عمرها ما تخسر. وبعدين هو اتفق معايا على كده، هياخدهم سواء كان عايزهم او مش عايزهم، والراجل ده كلمته واحده. يبقى كده ما قدمناش غير اننا نفكر ازاي هنجيب $1,000,000 كل اسبوع. اصحى للكلام يا حاج احمد، احنا بدل ما نلم $1,000,000 نلم $2,000,000. الله، وهنعمل ايه بالمليون التاني بس؟ نبيعه لاصحابه الحصص التانيه. هو مش طالب مننا $1,000,000؟ ومن غيرنا $1,000,000؟ اللي يعجز فيهم نبيع له احنا، ونبيع له بالسعر العالي كمان لما الدولار سعره يضرب في السماء. ساعتها يبقى كسبنا منه ومنه. الله ينور عليك يا حاج. الكلام سهل يا دكتور، المهم الفعل. وانت عشان تمشي الكلام ده في السوق يلزمك تشتغل 24 ساعة في ال 24 ساعة. حط في بطنك بطيخة صيفي، هشتغل 24 ساعة في ال 24 ساعة. ليك عليا ما نامش كل ليلة غير تحت المخدة $350,000. طب قولي لي يا مولو، هو انت لو حبيتي توزني العقل في كفة والقلب في كفة، تفتكر من وجهة نظرك يعني مين فيهم هيطب أكتر؟ إيه؟ ويلي هو سؤال غريب شوية، بس على فكرة مش أي حد بيعرف يجاوب عليه. العقل طبعا. تمام، طب والقلب؟ كل حاجة ليها وقتها. طب أنت رأيك إيه؟ لا أنا عندي رأي تاني خالص. إيه هو بقى؟ الحقيقة أنا من وجهة نظري يعني إن القلب والعقل هما قوة الدفع لأي مشكلة أو أي موقف في الحياة. ازاي يعني؟ انا هسالك سؤال، انت دلوقتي لو في شخص معجبه بيه مثلا، ما تقفشيش كده، مثلا افتراضي يعني، ومش عارفه تعرفي عنه اي حاجه، وفجاه جات لك فرصه انك تسالي عن حاجات معينه فيه، ايه اكتر حاجات هتسالي عليها؟ يلا. ايه كل الاسئله دي؟ جاوبي يا عمل. هسال عن اخلاقه. شطور. مؤهلاته. برافو. افكاره السياسيه. تمام 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 تمام. طيب مين بقى في الحاله دي اللي بيسال؟ انا. عقلك. في حين ان اللي حركك اصلا عشان تسالي عن الشخص ده هو قلبك. صح، بس انا برضو مش عارفه انت عاوز توصل لايه. انا عايز اوصل لعقلك واموت واوصل لقلبك. ايه ده؟ ايوه انا نفسي انك تستخدمي عقلك وتحكمي على قلبي. تتجوزيني يعني. انت بتقول ايه يا احمد؟ ايوه، ايه مالك؟ عايزك تستخدمي كل الحواس اللي عندك، القلب والعقل، استفتيهم. بس حطي في دماغك انا عندي بنت صغننه زي القمر، معنى كده اني متجوز. بنت صغننه ومتجوز؟ يا راجل دي تفاصيل. القهوه وشاي بلب. اوه تسلم ايدك. والله ما انت قايم. الله، ما انت في مقام اخوك الكبير برضو. ما هو لازم يقوم عشان يشرب القهوه، وبعدين هو مش في مقام اخويا الكبير ده، هو بصحيح اخويا الكبير، بس اوعوا بقى تقولوا لصالح لحسن يزعل مني. ربنا ما يزعل. والله شويه القهوه جم في وقتهم، انا كنت اغفل. الواحد لما يكون عاوز ينام ولا مليون فنجان قهوه يصحوه. انا جوه لو عاوز قهوه تاني. على قولك. والله يا اخي انا لو منك لا هبلبع حاجه ولا هشرب قهوه، انا هريح ساعه ساعتين ثلاثه كده يبقى احسن لي. بلا ريح ساعتين بلا ثلاثه، انا لا هرتاح ولا هيجيني نوم غير لما اخلص مصلحه الشغل اللي في ايدي. ما هو الشغل ما بيخلصش يا حاج، وانت لازم ترتاح وتنام عشان تعرف تشتغل. سيبك بقى من سيره النوم دي يا محمد، وخلينا نركز في المصلحه وفي الشغل. ربنا يستر. بصراحه يا حاج انا مش موافق، وبيتهيألي احمد كمان مش هيوافق. لو ما وافقش يبقى ملكوش في الطيب نصيب، واعمل المصلحه دي لوحدي. يا حاج ابوس ايدك، ما تكبرش وتركب دماغك، انت بتتكلم في خساره توصل لملايين. يا عبيط، قول مكسب ملايين مش خساره. ده شهر رمضان المبارك. عارف يعني ايه شهر رمضان؟
يعني فلوس متلتله، الناس بتصرفها في الاكل وفي الشرب. ما هو مش اكل وشرب يا حاج، ده بندق وفستق وقراصيا، ويا ريتك حتى هتدي التجار البضاعه وتاخد فلوسها. لا ده انت عايز تستنى لما يبيعوها واخر الشهر تاخد الثمن. افرض ما بعاش يا حاج، نلبسها احنا. يا ابني فهمني، انت لما تروح للتجار تقول لهم اعرضوا البضاعه بتاعتي دي في مكان حلو وظاهر وبدفعوا لي الفلوس ديت اخر الموسم، هتخسر ايه؟ ده انت كانك اشتريت المكان بتاعهم ببلاش. رقك بس البضاعه دي تنزل السوق، اراهنك الناس هتقف عليها طوابير، وبعون الله هبدور لك مصر دي كلها مكسرات. والحاجه اللي كانت الناس بس بتسمع عنها مجرد سمع هتشوفها بعينيها وهتدقها وهتدفع ثمنها، واحنا برضو بما يرضي الله هناخد هامش ربح بسيط. خلي الغلابه تاكل. عارف التجار اللي هياخدوا مننا السنه دي؟ السنه الجايه هيقفوا علينا طوابير، ساعتها بقى نبيع بالسعر اللي على مزاجنا. فهمت يا محمد ولا فهمك ازاي؟ والله يا حاج انا عن نفسي فهمت، بس برضو خايف من الخسارة. خايف يبقى متشتغلش الشغلانة دي، تشرب الشاي بلبن بتاعك، تغسل رجليك، تخش تنام. طيب خلاص يا حاج بالراحة، بس نستنى نشوف احمد هيقول ايه. انا مش هستنى حد، وبعدين انا عارف احمد هيقول ايه. هيقول ايه؟ ويفوز باللذات كل مغامر. فضل حاج فاتح. استاذ احمد مش معقول كده، انت كده بتطاردني. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. قلت لك انا عندي ارتباطات كتير ومش هقدر ارد عليك دلوقتي. دوري يا استاذه، احنا جايين نقابل السيد الوالد. بابا؟ ايوه. تاني معقوله ما بتتعلميش من اخطائك ابدا؟ انا اسفه. اتفضل يا حاج. اتفضلوا، دي كان لازم تبقى اول حاجه تتقال. اتفضل. هنعمل ايه بقى يا حاج فتحي، ناس ما بتتعلمش من اخطائها. هو ده البني ادم. معلش بقى يا استاذ احمد، المره الجايه وانت جاي فجاه كده هبقى اتعلم من اخطائي. ان شاء الله. اتفضل يا حاج. بلاش يا استاذ دي بقى، خليها كده احمد. يا ريت تنقلنا السيد الوالد. طب ثواني، اوعى تكونوا جايين له علشان يضغط عليا اني اشتغل عندكم في المزرعه. لا ابدا مش جايين عشان كده خالص والله. اولا لان حضرتك ما تضغطش عليكي، ثانيا احنا عارفين انك شخصيه مستقله، ثالثا لو جايين علشان اي حاجه تخصك كنا هنيجي بناء على توصيه منك. رابعا يعني اكيد بتعرف تعمل شرب شاي. نسيت اعرفك، اخويا فتحي الكبير. اهلا وسهلا. اهلا بيكي. وحضرتك يا استاذ احمد تحب تشرب ايه؟ ينسون. هو بعد اذن حضرتك انا مش عايزك لا تستزيني ولا تحضريني. على فكره يا حاج فتحي، اخوك الاستاذ احمد من اقرب الناس اللي قابلتها في حياتي. الحقيقه هو برضو بيشكر فيكي. لا اله الا الله يا حاج فتحي، وهو اغرب دي اللي عرفك انها شكر، ما احتمال حاجه وحشه. الله اعلم. يا ريت شوية الشاي وبابا بسرعة. بالراحة بالراحة على الحاجة، لو في حاجة اتخدش هتدفعك ثمنها. حاضر يا فندم. وده ايه ده يا ماما؟ ده الصالون يا حبيبي. أمال السرير اللي قعدت فيه هيطلع دلوقتي. لا بص حطه عندك هناك. حاضر يا فندم. وده السرير اللي قعدت يا ماما؟ لا ده كبير قوي، سريرك انت صغير. هو ايه ده؟ أوضة النوم يا فندم. لا يا اخويا، أوضة النوم بتاعتنا طلعت. دي هتلاقيها بتاعت الدكتور أحمد. مش شرط. الدكتور أحمد فين؟ تحت في الدور اللي تحت. هتلاقي الباب مفتوح، لو لقيته مقفول زقه كده بس هيفتح. حاضر. هنزل معايا ماما. لا تنزل معاه تعمل ايه؟ خليك انت هنا علشان ما حدش يشربش حاجه. ما اعرفش عمي ولازم احافظ عليه. ماشي يا روح، عمك وامك. انزل بس ما تتاخرش. يا عم قلت لك حاسب شويه. يا سعاده النايب، المطر لما تمطر بتغرق الناس كلها. الا اللي فارد شمسيته يا حاج. وليه سعادتك تفرد الشمسيه؟ ما تخلي الخير يعوم. وبعدين احنا قاصدينك في حاجه مش عايزينك تصدنا انا واخويا. ها؟ مع احترامي الكامل ليكوا انتوا الاثنين، انا مش متعود اشارك حد ما اعرفوش. يا فندم سعادتك ما تعتبرهاش مشاركه، اعتبرها مسانده. اعتبرها اتفاق لتبادل المصلحه. احنا من مصلحتنا اننا ندخل شحنه اليميش والمكسرات دي على ورق شركه حضرتك، ومن مصلحه الشركه انها تاخد عمولتها ويضر ما دخلك شر. ما الشركات في بورسعيد ما فيش اكتر منها. سعاده الباشا، المصلحه انا نخلصها مع اي شركه في شهر، مع شركه سعادتك نخلصها في اسبوع. وما تاخذنيش يعني، رمضان على الابواب، يعني مش عايزين نتلبخ ونتلخم زي فوازير رمضان والعياذ بالله. الله يحظك يا حاج. كمان يا فندم احنا ان شاء الله باذن الله هنعمل لسعادتك اعتماد بكامل المبلغ، يعني مش هيتبقى علينا جنيه واحد، لا في مخاطره ولا خوف. استنى انت يا احمد، لو ال 10% مش على هواك خليهم 15%. بس لينا شرط قد كده. الله، شويه هوا انما ايه؟ ما تشمهمش في اي حته غير في مصر. الف انا وشايفها يا حبيبي. الله.
مالك بتقولها من تحت الدرس ليه؟ لا العفو يا حاج، بس في الحقيقه ما عجبنيش اللي حصل مع حسين الحناوي. ان انا خليت نسبته 15% بدل 10%، يعني مش بس يا حاج. امال في ايه تاني؟ انت خليتنا تحت درس يا حجيجه. وحياتك يا احمد، وحياتك وحياة ابوك كمان، لا احط لك صبعه تحت درسين احمد. عيب يفضل الحاج فتحي. وما انا شرطت عليه ان هو يخلص لنا ورق الشركه بعد ما تيجي الشحنه وبعد ما ياخد نسبته كمان. طب وايه علاقه الشرط ده يا حاج باننا نبقى تحت درس ولا هو اللي يبقى تحت درس؟ هو الوقت لما ياخد نسبته ان هي ازيد من حقه بكتير هيحصل له ايه؟ هيطمع ويبقى عايز يشاركنا باي طريقه، يعني هيطلب. ساعتها بقى احنا نشرط ونتشرط. هو ده اللي انا عايزه، هلفه كده كله على بعضه واحطه في جيب الصغير. ساعتها يا احمد يا سكر بناته يا عسليه هنبقى اعضاء في مجلس الشعب ومن غير ما ندخل الانتخابات. يعني اي مصلحه فيك يا بورسعيد او بره بورسعيد هيخلصها وعلى حسه. حلو قوي يا حاج، حلو قوي. بس بصراحه انا بخاف اقرب من السلطه ورجاله السلطه، قرصتهم وحشه قوي. بالعكس يا احمد، انت تخاف لما تبعد عنه. انت طول ما انت حافظ مركزك وقرشك في جيبك وماسك اللجام تقدر تجري وتربح زي ما انت عايز. ايوه بس ده سريع قوي. ايه رايك يا ابو حميد؟ لا 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 لا، بسم الله الرحمن الرحيم، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. يا اخي الحيطان اللي انتوا فتحتوها ادت وسع وبراح كده، بسم الله. والعفش، اختيار العفش الصغير يحسس الواحد ان في وسعه. الله اكبر، ربنا يوسع عليك. الله يبارك فيك، قبل ما تعمل يا حبيبي. ويا ريت عاجبه بدريه مرات اخوك. لا بدريه، حد يسال بدريه؟ بدريه انت لو قلت لها على الاستاد هتقول لك ده حق. اه والله. مساء الخير عليكم. الست هنا، الست بدريه، يا اهلا وسهلا. انا لسه بقول لفاتي حالا الشقه، انا حاسس انها مخنوقه ضيقه، العفش كبير، ما اعرفش، مش عارف. انت عايزه قصر؟ دي عايزه قصر. مالك مذهول ليه؟ تعيش يا اخويا، بس اللي يقدر. معلش معلش، انا قولي من ساعه ما ربنا وسع عليه وهو مضيق على الناس. جرى يا اخي؟ جرى ايه؟ انت بتقول ايه؟ لا انا كنت بقول حاجه، قلت حاجه تانية واللي كنت بقوله لك يا فاتي. يلا بينا. الله، على فين العزم بالشياكه دي كلها؟ بسم الله ما شاء الله، عندنا بس كده مشوار شغل. ادعي لنا ربنا يكرمنا. الله يبارك لك. ماشي. حلو بجد يا بدريه. مع السلامة. مع السلامة. انت عارف يا احمد ان اول مرة بدريه تقول لي كلمة حلوة؟ بس تعالى هنا، انت اتعلمت الكلام ده امتى وفين واللف والدوران؟ ده انت ولا اللي مركب في بقك شخاليل؟ حلوة شخاليل. ده صحيح. احنا بنشتغل في البيزنس، واللي بيشتغل في البيزنس لازم يبقى في لسانه شخاليل، لازم يبقى بدل عقله 100 عقل، بدل عينه 100 عين، ويبص من قفاه كمان، ولازم تبقى ودنه موسيقيه. ليه؟ عشان يعرف هيتكلم مع مين، امتى، ازاي، فين. يا ابن الجنيه، بس انت عارف اخوك غشيم، وبالنسبه لي الموضوع واضح، 1+1=2. قاعده بس مشكوك فيها بالنسبه لي. ليه؟ لأن 1+1 ممكن يساوي 11. 11؟ إزاي يعني؟ هقول لك، تعالى. اتفضل يا حجيجة. مرة واحدة تبقى دغري وتقول لي إحنا رايحين على فين؟ يا حاجة على عين الاتنين، قول إن إحنا رايحين نغير جو. إيه؟ ناوي توديني كباريه؟ يا ريت، بس ما ينفعش يا حاجة، فلوسنا تخاف تدخل الكباريه. ورقة التوت اللي عليها سترها وغطاها هيتشال، يعني ملف أمن دولة. كل أعوذ برب الفلق، ما تفولش في وشي. وبعدين يا أحمد إحنا فلوسنا 100 100. ما أنا عارف يا حاج، بكرة مصيرها هتتشبه، مفيش مشاكل يعني. أنت تقلقني ليه؟ إحنا رايحين في إيه؟ أقعد بس وهقول لك. الله، ما بحبش الألغاز. والله ما في أي ألغاز يا حجيجة. ببساطة كده يا حاج، إحنا في رحلة صغيرة طالعين لفوق، وده معناه إننا ضد الجاذبية يا حاج. عشان كده لازم نتخفف من كل الاعباء اللي تخلي وزننا الطبيعي يتعبنا واحنا طالعين لفوق. مش عايزين اي حاجه تشغلنا عن سكه الصعود. انت بسلامتك ايه بقى اللي شاغل؟ بحبك. بت ايه يا اخويا؟ والحب ده شاغلني قوي قوي قوي، وعشان كده قررت اتجوز. تتجوز تالت يا احمد؟ انت مستعبط يا احمد. اطلع اطلع، ربنا يهديك يا رب. بتعمل ايه يا احمد؟ بتفرج يا عم.
يا عمي ما يصحش الناس تقول ايه بتفتش في حاجتهم ليه؟ سيب بس الحاجة دي بس اسمع بس ده في فيردي والنقشة باندي وطه الفاشني يا عمي سيب كل حاجة مكانها ايه ده بص جامد قوي 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 ايه رأيك في البيانو ده؟ في شوية خشب حلوين شوية خشب حلوين؟ ايه رأيك فيه يا جدع بقولك رأيك فيه رأي فيه انا بالنسبة لي الطبل احسن منه اه طبعا بس بص الصوت ده جرالك ايه يا احمد من امتى انا بفهم في بيان ولا في باني ولا الكلام ده لا انا غيرك بقى يا حاج انا نزلت واخترت احلى واغلى بيانو واشتريته اشتريت ايه بيانو يا حاج وهتحطه فين يا حبيب ابوك في المصمط لا اهو حطيته هنا اهو اهو هو ده بمناسبه ايه بمناسبه امل امل ده انت مالي ايدك منها بقى مع ان كان بينا مصانع الحداد يا فتحي وبعديه ولا قبلين لقيتها مختلفه عن كل الناس مختلفه عن سميحه وصباح بس يا جدع انت على صباح ايه امل ما تعرفش ان في صباح تعرف ان في سميحه ما تجيبش سيره صباح والله العظيم يا احمد اللي يفتح دماغك تلاقي فيها النسوان مع الشاشه انا مش فاهم بتلاقي وقت للشغل امتى الكلام ده مش صحيح استاذ احمد بالنسبه لموضوع امل طلب حضرتك مرفوض ليه عملت كده ليه ليه استنى بس خفت مني ولا خفت عليا خفت منك طبعا لازم اشوفك يا عم يا سلام انت علشان تشوفني تعمل فيا كده وتعرض نفسك للموت طيب شفت الورقه دي قررت أنا أحمد توفيق وأنا بكامل قوى العقلية أن ألقي بنفسي أمام السيارة خلاصا من حياتي والتي لا أريد أن أكملها بدون أمل ولهذا قررت الانتحار أحمد توفيق ليه؟ عشان بحبك يا أمل يا سلام هو اللي يحب حد يعمل فيه كده؟ كان نفسي أقولك إن في عندي فرصة مش هتلاقيها عند حد غيري دي فرصة إيه دي بقى؟ تصوري يا أمل واحد عنده استعداد ينهي حياته تحت عجل عربيتك عشان بيحبك فكري كده لو اديتوله فرصه تعيشوا مع بعض ممكن يعمل لك ايه ويحقق لك ايه بس اللي انت عملته ده يخوف ده تصرف واحد ما عندوش اي نوع من انواع العقل اتصرفت بكل العقل كل الاصول رحت لجدك عشان اطلبك منه رفض انا ما بسالكيش رفض ليه كمان مش عايز اقول لك ان اللي عمله ده ممكن يكون هبط عزيمتي تجاهك لا انسى ده زادني اصرارا على اصرار طب انا مطلوب مني ايه دلوقتي مطلوب انك تسمعي كلامي لو ممكن قبل كده كان ممكن وبعد كده مستحيل اسمع كلام واحد مجنون زيك وبعدين بقى يا امل الجنون على فكره بيبقى احيانا هو الوسيله الوحيده عشان توصلي للي قدامك خصوصا لو كنت جربتي معاه العقل وبعدين المغامره ما هي نوع من انواع الجنون وانا مؤمن جدا بنظريه يفوز باللذات كل مغامر ما تخلينا سوا انا بقى لا طبعا يا بنت خلينا سوا حد ابوك خلينا سوا لا ايوه كده يا شيخة حاجة احمد احمد قومي يا حبيبي حبش عايزك بره طيب وديدو اتفضل حاضر اتفضل يا حبش صباح الخير يا دكتور صباح الفل يا حبشي جبت الأمانة 10,000 جنيه اتفضل طب يا سيدي يزيد فضلك لا يزيد فضلي عليك بيهم لما يبقوا فلوسي لكن دي فلوسك انت واخواتك انا حيالله بقفل حسابات ودفاتر مش من حقي خالص اسالك ازاي تقول كده لا طبعا يا حبشي من حقك تسال والا ازاي هنأمنك على كل حاجه الله يعني انا مسموح لي بقى اسال طبعا مسموح لك تجننت ولا ايه دول 10,000 جنيه لازم تعرف جم ليه ورايحين فين عشان على الاقل تعرف تسددهم في الدفاتر مظبوط تمام دول سلفة وسلفة لايه بقى ان شاء الله هتجوز السلام عليكم ازاي بقى الله اقول لك ازاي احنا رايحين فين كده مش هيبقى فيه دهشه واذا ما كانش فيه دهشه مش هيبقى فيه مفاجاه واذا ما بقاش فيه مفاجاه اجيبك منين يا بهجه طبعا مش فاهمه اي حاجه بس حاسك بتحاول تكسب وقت في الحقيقة دي كمان يعني ملاحظة تستحق التقدير ليه؟ ذكائك
طيب بما اننا بنحاول نكسب وقت بقى، ايه رايك في المراه الذكيه؟ ما احبهاش. لا بس مش معنى كده اني ما بحبكيش طبعا. بس معنى كده ان انا ذكيه. ايوه طبعا، بس ده اعتراف مني بانك ذكيه وجميله، لان المراه الجميله في الحقيقه بس يعني بتكتفي بجمالها. اعجاب الناس بيها بقى فبتكسل انها تعرف الاخرين، انما انت في الحقيقه بتجمعنا بين الاثنين، وده استثناء عن القاعدة. انا متهيأ ان احنا كده وصلنا. مش فاهم ده خوف ولا ندم؟ الاثنين. يا الاثنين تيجي ازاي يعني؟ خايفه قوي يجي يوم انت من انا عملت كده. الله، وانا مش سالتك يا ستي وقلتي لي انك تمام وخدت قرار؟ ما اسمهاش سالتك، اسمها استفزيتك. استفزيتك ولا سالتك؟ المهم انك قلتي لي انك خدت قرار وانك مسؤول عن قرارك وقده. انا طبعا متحمله مسؤوليه قراري وقده كمان، بس انا مش عارفه اقول ايه لجدي. جدك صحيح، بمناسبه جدك وكان رافضني بيه؟ عشان انت متجوز وعندك بنت. طب قولي لي انت، لو كنت قابلتك قبل ما اقابل مراتي كنت برضه حبيتك واتجوزتك؟ المفروض انا اللي اسالك السؤال ده. الإجابة كنت حبيتك واتجوزتك، وكنت هتبقى الزوجة الأولى والأخيرة كمان. والله.